أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. تامر عبد المنعم يدافع عن مشخصات 2 وينتظر مقابلة وزير الثقافة. عاصف حلاني أغنيتي مع ديانا حداد ستكون مفاجأة قوية للجمهور العربي. زواج طريقة أحمد الفيشاوي هند الحناوي. رضا قال محمد عساف عن شريهان عبد الوهاب. تستعد مريم فارس لاستقبال موردها الأول. بعد اعتراضهم على سيناريو فيلمه الجديد المشخصات 2، هاجم الفنان المصري تامر عبد المنعم جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ووصفه الموقف بالمضحك، حيث فوجئ بمسؤولي الرقابة يطالبون بتغيير مكان موقع أحداث الفيلم من مصر إلى دولة خيالية اسمها فيحان، مما دفعه للتساؤل قائلا هو احنا خايفين من الإخوان ولا إيه؟ أعلن عاصي الحلاني في تصريحات إنه يستعد للسفر إلى تركيا لتصوير أغنيتها الدويتو التي سيقدمها مع الفنانة ديانا حداد، حيث تم تسجيل الفترة السابقة أجزاء من الأغنية. وأكد فارس الأغنية العربية إن الأغنية ستكون مفاجأة فنية قوية للجمهور العربي متمنيا أن تحقق النجاح المتوقع لها. أعلنت طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي هند الحناوي ولدت ابنته لينا زواجها من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك، وقد لاحظ العديد أن إعلانها جاء بصورة مفاجئة دون أي تجهيزات مسبقة. صرح الفنان الفلسطيني محمد عساف عن علاقته القوية بالمطربة المصرية شيرين التي تشاركه حاليا في لجنة تحكيم برنامج مواهب ذا فويس، قائلا في الحقيقة لم أشاهد حلقات البرنامج حتى الآن، لكن أعجبت كثيرا بأدائها في مسلسل طريقي الذي قدمته رمضان الماضي، قدمت فيه أغنيتها الرائعة جدا، وأكد أن كل 500 سنة سيظهر صوت مثل شيرين. أوضحت الفنانة اللبنانية مريم فارس أنها تعيش حالة من القلق وأيضا الترقب، وذلك قبل أشهر من موعد ولادتها طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال اللبناني داني متري. وكشفت الفنانة اللبنانية أنها ما زالت في الأشهر الأولى من الحمل، وأكدت أنها تنتظر إشارة الطبيب كي تخضع لإجراءات الأشعة الطبية بهدف معرفة جنس المولود. وبكده بتكون انتهت نشرتنا الفنية. كان معكم وجيدة عبد اللطيف، أخبار اليوم.